جهاز رقابي، عندنا أجهزة رقابية، عندنا جاء الرقابة المالية، التفتيش. هذا الموضوع أن النقابة لها حدود معينة. في المديرية العامة للتربية عندي عضو ممثل فيه من اختيار مدراء المدارس، اختيار المشرفين. الدوائر في العائلة الممثلة لنا حديث آخر ولكن هذا المجلس معنا مع الدور الإداري في المحافظة مرة كبيرة. آمين. أريد أسوي على واقع الحال. ميدان. ميدان. مشاكل هنا وكبيرة جدا بكل القطاعات. كان يعني عمل الشباب كمجلس تم الاجتماع اليوم مع النقابات، جميع النقابات التي معنيه هي نقابة الصحفيين ونقابة جميع النقابات اللي داخل الموصل. تم نقاش المعوقات اللي يعانون من عندها وحلحلة بعض المشاكل اللي يعانون من عندها، وتم نقاش موضوع لخطة وضع خبراء ل خطة مستقبلية لأربع سنوات اللي تخص نينوى والتطوير في نينوى وإنجاز هذا العمل بأسرع وقت إن شاء الله. حول موضوع اجتماعنا لهذا اليوم هو اجتماع النقابات والاتحادات المهنية والمنظمات في محافظة نينوى مع السيد رئيس المجلس وأعضاء المجلس وأعضاء مجلس المحافظة المحترمين حول كثير من الأمور التي تخص نينوى وتخص النقابات ودعم النقابات في محافظة نينوى الذي كان مغيب أكثر من 5 سنوات أو 7 سنوات على دعم هذه النقابات المنتشرة في محافظة نينوى، وأيضا حقوق المواطنين في محافظة نينوى اللي يطالبون بها. طبعا احنا طالبنا بكثير من الامور، السيد رئيس المجلس استجاب واعضاء المجلس استجابوا لهذا الامر واخذوا بنظر الاعتبار ضمن برنامجهم، وطرحوا علينا تشكيل يعني نخبة خيرة من جميع النقابات لتدليل العقبات اللي تحدث أمام النقابات والمواطنين في محافظة نينوى. تشرفنا هذا اليوم بلقاء السيد رئيس مجلس محافظة نينوى، وكان اللقاء حقيقة مثمر. حضر معنا عدد من رؤساء النقابات والاتحادات في عموم محافظة نينوى، تناقشنا في موضوعات عدة من شأنها إن شاء الله سوف تكون في خدمة الجماهير في عموم جماهير محافظة نينوى، وكذلك شريحة الصحفيين اللي طرحنا عدد من المعاناة اللي يعاني منها زملائنا في نقابة الصحفيين العراقيين. لقينا تجاوب كبير من قبل السيد رئيس المجلس وكذلك أعضاء مجلس محافظة نينوى، وإن شاء الله الأمور تمشي بما نشتهي وسوف تكون المرحلة القادمة في خدمة جماهير محافظة نينوى بشكل كبير. تم في هذا الاجتماع تقديم ورقة عمل لكل نقابة على حدة، ووعد السيد رئيس المجلس وأعضاء مجلس المحافظة مشكورين بتذليل هذه العقبات والصعوبات التي تعترض عمل النقابات، وتم الاتفاق على تنظيم عدة اجتماعات أخرى متكررة لغرض الوقوف على كل المشاكل التي تعترض هذه النقابات. في حضور المحافظة رئاسة السيد رئيس المجلس مشكورا، وطرحنا كل محركات الفلاحين والمزارعين والحيوانية لأجنابهم عبد الاستعداد لغرض مساعدة وتسهيل كل الصعوبات في المحافظة إلى الفلاحين والمزارعين.